السلام عليكم، اسمي عائشة عبد اللطيف من الجمعية الأردنية للتوحد. اليوم أنا موجودة في مؤتمر أوتيزم أراوند ذا وورلد للمرة الثامنة بنعمل. فخورة وسعيدة جدا إني أنا قدرت أجي على المؤتمر، لأنه بصراحة يعني مواضيع مهمة جدا. المؤتمر فيه محاضرات مكثفة عن مواضيع يعني مهمة جدا لكل جهة ولكل مكان يعنى بعملية الدمج لأطفال التوحد. عندنا بالأردن الحمد لله موضوع الدمج إحنا شغالين فيه، لكن لا زال محتاجين كتير من الأمور إنه نتعلمها ونستفيد من خبرات الدول الثانية في هالمجال عشان نقدر فعلا نستمر ونقوم بعملية الدمج بشكل صحيح. المؤتمر يوفر كتير مواضيع بتخص هذا موضوع الدمج، بالإضافة إنه في ناس من دول غربية ودول أخرى عربية عندهم خبرة بهالمجال، فالمؤتمر وفر هاي الفرصة لنلتقي فيهم ونتعرف على الناس اللي بيشتغلوا بهالمجال لنستفيد من خبراتهم. وسعيدة جدا اني موجودة هون، ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بكون إنا كمان التقاء مرة تانية بهالمؤتمر اللي بالفعل إنه قيم. وبنصح يعني إنه أي حدا بيشتغل بمجال التوحد أو مجال الدمج بشكل عام إنه يكون متواجد فيه، ما يضيع الفرصة، لأنه فعلا فرصة يعني ممتازة للتعلم. ويعطيكم العافية وشكرا لكم.